كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. في إطار الدورة العادية لشهر أكتوبر التي انعقدت اليوم الخميس 6 أغسطس 2022، والتي تضمنت واحد مجموعة ديال النقاط اللي هي عددها 22 نقطة. في الحقيقة صوتنا على واحد المجموعة ديال النقاط وتأجلت 4 نقاط، وهذه النقاط هي بشأن فترة التحملات المتعلق بالتدبير المفوض لمرفق المحطة الطرقية لأنه لا زال غير جاهزا، لأنه خصنا يكون جاهز. ثم التداول بشأن جديد اتفاقية شراكة بين جمعية سيدي مقدول لمرضى القصور الكلوي بإقليم الصويرة والمجلس الجامعي، والتصويت عليه لأنه بطبيعة الحال كتعرفوا المجلس البلدي دائما كيرصد واحد المبلغ مالي كدعم لهذه الجمعية اللي هي جمعية مهمة جدا. لكن في الحقيقة أن هذه الجمعية أو هذا الموضوع ديال القصور الكلوي هناك ماشي غير البلدية اللي خصها تساهم، تم واحد المجموعة ديال الجماعات اللي تتستفد وعندها مرضى كذلك، وحنا كنطلبوا في داخل من هذا المنبر ديال المجلس البلدي أنه الجماعات حتى هي تساهم، لأنه هذا واحد المرفق حساس جدا وضروري من الاستفادة. وحتى 900 ألف درهم اللي احنا رصدناها لهذه العملية إذا هي غير كافية لهذه المسألة. ثالثا كاين تداول بشأن تصفية وإغلاق الحساب الخصوصي، كتعرفوا بأن الآن واحد هذه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كانت في البداية رئيس مجلس البلدي كان هو رئيس اللجنة اللي كيسهر على صرف هذيك الميزانية ديال المجلس البلدي، وكانت كذلك المساهمة ديال كل جامعة كتساهم واحد القسط في هذاك المبلغ المالي المرصود للمشاريع التي تدبرها المبادرة الوطنية. بطبيعة الحال كاين واحد المبلغ اللي كان ساهمت به الجماعة في ذاك الوقت ولم يصرف، إذا خصها ترجع، خصو هذاك المبلغ يرجع للجماعة، وتيخص هذاك الحساب البنكي يتسد بصفة نهائية. إذا هذه هي النقاط التي أجلت، وكذلك أجلنا الميزانية لأن الميزانية كتعرفوا التيفيا باقي ما جاتش، وإذا أعطينا واحد 15 يوم لنفسنا بين ما تجي التيفيا نجهزوا الميزانية ديالتنا فيما يخص للتجهيز ولا التسيير، وعاد إن شاء الله ندوزوا هذه الميزانية. النقاط التي صوتت عليها صوتنا عليها اليوم هي تعديل قرار تنظيم السير والجولان. طبيعة الحال كتعرفوا المدينة عندها واحد المجموعة ديال المشاكل اللي تعيش فيها ديال السير والجولان، عقدت اللجنة المختلطة لجميع الفرقاء وصوتنا عليها اليوم بالإجماع، لأنه المدينة خاصها واحد التعديل، يعني التعديل ديال هذا السير والجولان يكون مهم جدا. ثم كاين هنا دفتر تحملات متعلق بالسوق بمنح حق استغلال سوق بيع أضحية العيد، كان واحد الثمن اللي هو رمزي جدا 10 دراهم، الان ضفنا عليه واحد 10 دراهم اخرى نظرا للمداخل التي تعرفها الهزيله التي تعرفها ميزانيه البلديه. اذا كان لابد لنا اننا نضيفوا نزيدوا في التسعيره ديال هذه المساله. كذلك دفتر التحملات المفوض لنا بمرفق المحطه الطرقيه، كتعرفوا المحطه الطرقيه الان اصبحت تعيش واحد الحاله مزريه وواحد المجموعه ديال المسائل فيها اللي هي مهترئه والنظافه ديالها، واذا قررنا احنا كمجلس بلدي رغم اننا عندنا طاقم وعندنا اداري وعندنا طاقم ديال الاشغال ديال الانعاش، ولكن ما استطعناش يعني نلبي الرغبه بما في الكلمه المعنى ديال المحطه. لهذا قررنا اننا نديروا لها واحد التدبير مفوض، تاخذها شركه جي ثم هي تقوم بتسيير المهم الصيانه والنظافه وجميع ما يخص المحطه هي، ولكن الجانب التقني والجانب الاداري كيبقى للمجلس البلدي. كذلك النقطه ديال شاركه جمعيه امل مقادو لكره القدم الشاطئيه، هذه واحد الجمعيه اللي هي جمعيه مهمه جدا، والان هي تعتبر من الصنف الاول القسم الاول وهي وطنيه، ولا بد احنا نشجعوا هذه الرياضه الشاطئيه. احنا عندنا واحد الشاطئ مهم جدا مصنف عالميا، اذا خصنا ناخذوا بعين الاعتبار هذه المساله، وهذا الشباب ديال الصويره اللي خصنا ندعموه ونحفزوه
وهذه مسألة اللي ارتأينا أننا نحفزوا هذه الجمعية ونعطيها واحد الدعم اللي هو مهم جدا، مع العلم أن قلنا ودي إذا بقت هذه الجمعية في القسم الأول إذا غادي تبقى لها هذه المنحة، إلا هبطت غادي تكون نصف المنحة هي اللي غادي تعطى لها. كذلك عندنا قبول منح شاحنة أعطاها لنا واحد صاحن وشحد شاحنة صهريجية أعطاها لنا المجلس الإقليمي، إذا نحن في أمس الحاجة لها الفائدة عمومية إذا خاصنا نقبلوها، هذه قبلناها. قبول منح سيارة الإسعاف حتى هي كذلك تعطى مجهزة تابعة للمجلس الإقليمي حتى هي صوتنا عليها بالإجماع. برنامج الاستغلال الغابوي هذا واحد البرنامج ديال الاستغلال يعني هذاك المنتوج الغابوي اللي كي يتباع كل سنة، كطلب منا حنا المياه والغابات أننا نوفروا لها واحد الوعاء فين توضع هذاك المنتوج ديالها للبيع. إذا ما علينا إلا سميتو، مع العلم أنه المجلس الإقليمي تيستفد ب 80% من السومة ديال هذاك المنتوج. كذلك عندنا مشكل ديال تسويه الوضعيه التعاقديه لمستغلي المراحيض ديال على الشاطئ. هاد الاخوان اللي هما كيستغلوا هاد المراحيض هذه منذ 5 سنوات كبيض فطار تحملات، اللي في الحقيقه الان اصبحت الحاله تستدعي ان تسوى الوضعيه العقاريه مع 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 المجلس البلدي في اطار الاحتلال الملك العام. اذا درنا لهم بعد ما عبرنا وسميتو درنا لهم 21 درهم كثمن رمزي اللي بدا غادي يبداو يخلصوه في 3 اشهر، كل 3 اشهر يعطوا تقريبا واحد 600 درهم اللي غادي يعطوا في 3 ديال الشهور باش تسوى هذيك الوضعيه النهائيه ديالهم العقاريه. كذلك كاين فيما يخص استغلال مواقف السيارات من طرف الفنادق والمقاهي على طول شارع محمد الخامس. كان هنا هناك بعض المؤسسات الفندقيه وبعض المطاعم اللي ما كتاديش احتلال الملك العام للمواقف السيارات، خرجنا بطبيعه الحال كلجنه المنبثقه من مصلحه الممتلكات وعبرنا لهاد الناس وارتئينا اننا كانت السومه هي 30 درهم الان غادي يبداو يديو طولا، ما بقيناش بلا سوبرفيسي يعني المتر كاري ولكن على الطول صافي دي غلينيغ، زدنا في السومه وصلناها ل 50 درهم باش نرفعوا شويه من المداخل. ثم كانوا بعض الناس اللي ما عندهمش مواقف وكانت بعض الناس اللي عايمه على الملك العام وتتوقف فيها، الان قللنا هذا الشيء وكل واحد عطيناه الحق ديالو بالعبار بالمتراج، كل واحد فين خصو يكون عنده الموقف ديال السياره ديالو، الحدود حددنا لهم المواقف السيارات ديالو. ثم كاين ذلك شركه بين مجلس الاقليم وجماعه الصويره حول مشروع عرب دوار العرب، هذه واحد البادره اللي هي طيبه جدا لان الساكنه ديال هذه المنطقه كانت تعاني منذ زمن وهي تعاني شبه حضاريه اللي الان اصبحت معنا في المدار الحضاري ديال المدينه. اذا كانت تعاني منذ زمان، الان غادي يكون واحد الربط اللي هو ماشي هذا الربط ماشي ربط غادي نقول لك ماشي حل جذري وانما هو غير حل الوسط، غير تستفد هذه الساكنه ريثما دار الدراسات ويكون مشروع اللي هو مهم جدا ديال تزويد جميع المنطقه بالماء الشروب للساكنه. كذلك كانت هنا تسويه ديال الوعاء العقاري اللي مقر الجماعه. حنا كان كمجلس البلدي الحالي كنفكروا اننا نبنيو واحد المقر ديال الجماعه لانه لا لم يعود يرقى للاجتماعات وللمصالح والى غير ذلك. اذا عندنا واحد شويه ديال الضيق في التعامل داخل هذه المؤسسه، اذا عندنا واحد الوعاء عقاري اللي هو مجاور لهذه البلديه يعني لهذه البنايه. بطبيعه الحال هو فيه ما هو تابع ما هو يعني في ملك البلديه، وعندنا واحد جوج قطاع اللي هي في ملك ديال املاك الدوله. ارتئينا اننا باش نسويو الوضعيه باش نبنيو حنا هذا اللي سميتو خاصنا نسويو الوضعيه مع الملك المخزنيه، وطلبنا منهم باش نقتنيو بهم بالمجان هذوك البقعتين اللي هي ماشي كاع ماشي فيها كاع شي مساحه ولكن مساحه قليله ولكن تتمثل عندنا واحد العائق، لان خص تكون تصفيه ديال الوعاء العقاري باش يمكن لنا نبنيو. تنازلت عن حق الكراء لفائده الغير، هذه واحد العمليه كديرها البلديه. كاين بعض الناس اللي عندها واحد المجموعه ديال اللي كارين واحد المجموعه ديال الدكاكين او المنازل في اسمهم هي في ملك البلديه، كيموت الانسان وتيبغوا ولادو يعاودوا عندهم الحق
انهم يتمكنوا من هذيك البنايه. اذا تيجيو تنديروا لهم تحويل ديال ايدي. ولكن قررنا ان السومه الكرائيه كانت هزيله، اذا اضفنا لها شويه باش كذلك نساهم في ارتفاع هذا الاسم ديال الميزانيه ديال البلديه. كذلك واحد البادره اللي دارتها وزاره التجهيز والماء والنقل والماء اللي خدات واحد المبادره وطنيه رسموها باش تكون واحد المجموعه ديال المدن السياحيه الساحليه داروا في هذه القضيه ديال تحليه الماء، لانه كتعرفوا الان كاين واحد يعني في الماء وكاين واحد النقص كبير في الماء اللي كيعاني منه المغرب نظرا للمياه الشتويه ونظرا بزاف ديال المسائل. اذا كاين واحد النوع ديال الجفاف اللي كنعانيو منه حنا، وخاص فيما يخص تدبير الماء اللي كتدعي ليه الدوله بانه خص يكون واحد تدبير الماء. ارتأت الوزاره بانها في الحقيقه هذه واحد المبادره مهمه جدا وفكره سديده انها تكون التحليه ديال مياه البحر اللي كتمشي غير هكذاك، وهي المياه اللي غادي تكون احسن بكثير من الماء اللي كنشربوا. اذا غادي تكون واحد المحطه ديال التحليه ديال المياه في وسن اللي غادي تبدا تعطي 600 متر مكعب في اليوم للمدينه، واللي غادي تستافد منها الساكنه ان شاء الله، وغادي نحلوا هذا المشكل. وشكرا.